متتبعي قناة أنفاس باريس، مرحبا بكم في هذا اللقاء الخاص اللي غادي نناقشوا فيه انتخابات الغرف المهنية. كما تعرف الجميع بأن انتخابات الغرف المهنية غتكون في 6 غشت 2021، الجميع تسمع بهذه الانتخابات هذه، ولكن شكون اللي تشارك فيها؟ أشنو المقصود منها؟ شكون الفئات المعنية؟ من أجل مناقشة هذه القضية هذه تنستضيفوا السي عبد الكبير العمراوي، عضو الغرفة الصناعة التقليدية بجهة الدار البيضاء السطات. السي عبد الكبير العمراوي مرحبا بك. اهلا وسهلا، شكرا سي بوست على الاستضافه في جريده انفاس بريس الالكترونيه. اولا احنا في فتره ديال انتخابات الغرف المهنيه، الشرح ديال المعنى الحقيقي ديال الانتخابات المهنيه. بدايه اشنو نقصدوا بالانتخابات على الغرف المهنيه؟ انتخابات الغرف المهنية هي واحد الانتخابات اللي بحال سائر الانتخابات اللي تتكون في موسمية، يعني من 6 سنين. انتخابات الغرف المهنية معروف أنها فيها غرف صناعة تقليدية، غرف الفلاحة، غرف الفلاحة والصيد البحري، غرف التجارة، غرف التجارة، وهذه الغرف هادو كلهم في هاد من 6 سنين تتكون واحد الانتخابات اللي تتكون خاصة بالناس المعنيين بهذا الموضوع هذا، يعني الناس ديال الصيد البحري معنيين بها، الناس ديال الفلاحة معنيين بها، الحرفيين والتجار كذلك معنيين بها. هي تتكون تزامن مع انتخابات الجماعية والبرلمانية والجهوية. هي هاد السنة هذا جات متزامنة مع الانتخابات البرلمانية والجهوية والجماعية. وشكون اللي معنيين بهذه الانتخابات؟ اللي معنيين بهذه الانتخابات هما بالنسبه للقطاع ديال الصناعه التقليديه اللي معنيين بها هما الحرفيين، بالنسبه للتجاره والصناعه اللي معنيين بها هما الناس ديال التجاره والصناعه والخدمات، بالنسبه ديال الفلاحه الناس اللي معنيين بها هما ديال الفلاحه والصيد البحري. يعني كاين ثلاث اصناف. كاين ثلاث اصناف، وكل واحد تيصوت على الصنف اللي تيمشي له. مثلا في غرف الصناعه التقليديه اللي غادي نبقاو نهضروا على غرف الصناعه، وهي راه تعطي لنا نموذج. غرف الصناعه التقليديه الناس اللي تيشاركوا فيها هما الناس الحرفيين المسجلين في لوائح انتخابيه اللي تتكون معدة من طرف السلطات المحلية. يعني لو بغيتي تشارك في هذه الانتخابات خصك تكون اصلا مسجل في اللوائح الانتخابية بحال الشكل ديال الانتخابات الجماعية. الشكل ديال الجماعية يعني في العامة، يعني خص يكون عندك رقم ترتيبي وعندك تسجيل في اللوائح الانتخابية، هذيك الساعة يكون عندك حق ديال الصويت وحق ديال الترشح. انا بالنسبه لي انا حرفي ولا صانع تقليدي في واحد المدينه ما شاركش في اللوائح الانتخابيه، ما عنديش الحق نشارك في الانتخابات. لا ما عندكش الحق، حيت خصك تكون مدرج في اللوائح الانتخابيه، حيت السلطات المحليه وما يفوتنيش هذا الموضوع هذا. حنا تنقدموا لها الشكر الجزيل على المساعده صراحه اللي تتقوم بها السلطات المحليه ولا اداره الامن الوطني في المساعده على الانجاز ديال الوثائق المطلوبه من اجل الترشح. وكذلك حتى الناس اللي مسجلين وما مثلا وبغى شي معلومه ولا شي حاجه، يعني الاداره ديال السلطات المحليه يعني راه هي موجوده باش انها تعطي جميع المعلومات للاخوان اللي عندهم شي حاجه في عذر ولا شي حاجه في التسجيل. ولكن كما لاحظوا الان ما كاينش واحد النقاش عمومي حول انتخابات الغرف المهنيه، تدوز بحال بارده بحال ما كايناش الانتخابات. لا هي ماشي تدوز بارده، هي تتهم المعنيين بالامر، هذاك الشيء علاش ما تتكونش عندها عموميه عامه الناس يعرفوها. ولكن في الاوائل الاخيره يعني غرف الصناعه التقليديه ولا الغرف عامه يعني بداو تيديروا واحد التطور في ارسال المعلومه ولا في ارسال انه التسويق ديال غرفه الصناعه التقليديه والدور ديالها بالنسبه للحرفيين. ولكن اخذنا غير مقارنه مع الانتخابات المهنيه، كيف الانتخابات المهنيه اللي دازت مؤخرا كان واحد الجدال، كان واحد النقاش، كان واحد حتى دابا كاين، يعني حتى دابا راه كاينين الناس مهتمين. الناس دابا حيت الحرفيين تيتقسموا، كاين حرفي اللي مثلا خدام في محاله مثلا اللي تيعنيه هو انه يخدم ويزاول المهنه ديالو، كاين حرفي اللي تيكون جمعوي تيكون ملمم بالمسائل، وكاين حرفيين الحمد لله الحرفيين ما غاديش نقولوا الحرفيين ما عندهمش هذا الالمام، لا بالعكس عندهم هذا الالمام، خاصة انهم حتى ملي تيجيهم الاشعار ديال الانتخابات ديال حيت كاين السلطات المحلية تتصيفط لهم واحد الاشعار عبر الاعوان ديال السلطة المحل ديالو تتخبرو انه راه كاين انتخابات ديال الغرف المهنية نهار 6 في شهر 8. وكيفاش تدوز الحملة الانتخابية ديال هاد الانتخابات؟ الحملة الانتخابية ديال الغرف المهنية تدوز يعني بواحد الماتريس، واحد اللائحة انتخابية، واحد اللائحة ديال المسجلين في اللوائح الانتخابية اللي عندهم ناخبين، عنده حق التصويت. تدوز تشوف هذيك اللائحة بهذا الشكل هذا، تتعرف الناس اللي تتعرف أنت، وتتمشي عند الناس اللي تدير حملة انتخابية عادية بواحد
توقيت محدد. بحال البارح بدات الحمله الانتخابيه، بحال البارح بدات كان وضع اللوائح، ومن بعد نهار ثلاث نهار ثلاث مع 12 حبس الوضع ديال اللوائح، و 12 ديال الليل بدات الحمله الانتخابيه. يعني كل حق ديال المرشح انه يدير حمله انتخابيه عند الناس اللي تيعرف، ولا الحرفيين اللي في الوسط اللي هو تيشتغل فيه، كل واحد تيمشي في الدائره ديالو. دابا الا خدنا الحاله تاع الدار البيضاء، تقسمت المجموعه من الدوائر بحال الدار البيضاء راه هي كما معروفه، كاينه الفا، كاين سيدي بليوط، كاين فيدا، كاين مر السلطان، كاين بن مسيك، سيدي عثمان، مولاي رشيد، محمديه، البرنوسي، عين السبع، عين محمدي، كلهم دوائر هادو، حي الحسني، عين الشوق، هادو كلهم دوائر. غير هي ممكن انها تتجمع بين جوج دوائر، بحال دابا مثلا قلنا الفيدا مر السلطان، تنقولوا الفيدا ومر السلطان، مقاطعه الفيدا ومقاطعه العماله، تتهضر على العماله وحده، كل هذوك الحرفي خصو يخدم مع هذوك الحرفيين كلهم يدير عندهم الحمله. واش تكون هناك قبل من الانتخابات هذه ولا في ظل هذه الانتخابات تتكون شي حمله تحسيسيه بصفوف هذوك الحرفيين باش يشاركوا في هذه الانتخابات هذه؟ طبعا تتكون حمله تحسيسيه، اولا تتكون العمليه ديال التسجيل، يعني تتقوم بها السلطات المحليه على مده ديال 6 سنين، يعني كل مره تيتفتح واحد الباب ديال انه يتسجلوا، تيتحطوا اللوائح في المقاطعات في الدوائر، تيتحطوا اعلان على اساس انه اللي عنده رغبه باش يتسجل في اللوائح الانتخابيه تحت واحد الشروط طبعا اللي دايرها السلطات المحليه، اللي تضمن ان هذاك السيد راه كاين في المحل ديالو. يعني ما يجيش مثلا اي واحد مثلا حرفي ما عندوش محل ويتسجل في اللوائح الانتخابيه، ما يمكنش. يعني خصو يكون عنده محل ويكون تيزاول مده اكثر من 3 سنوات، وتتكون عنده ضريبه ولا ريجستر كوميرس ورخصه. يعني كاينه وثائق اللي تطلبهم السلطات المحليه، وهي وثائق معقوله، بمعنى ان المنطق تيقول ان هذاك الصانع اللي خصو يمثل هذاك الحرفي خصو يكون متواجد معاه داخل المنطقه ديالو، خصو يكون متواجد في المنطقه اللي هو صوت عليه فيها. في هذه الانتخابات يسمحوا للمنتمين تما تيشارك، لا منتمي حتى هو عنده الحق المشاركه الا ما كانش منتمي لشي حزب معين. والاحزاب السياسيه تستغل هذه الفرصه لهذاك التنافس، هي تدير تنافسيه بيناتها، وفي نفس الوقت هي تقوم بالحملات التحسيسيه ديالها، وتتبع الناس المرشحين ديالها. يعني كاين واحد الحمد لله واحد تطور ايجابي في هذه العمليه، وسيرت بالاخص هذه السنه هذه، يعني كان واحد التطور بالنسبه للتتبع. يعني كاين واحد الاشعاف بهذه السنه هذه مقارنه مع التجارب، مع بحكم انه كاين واحد المجموعه ديال التطورات اللي عايشها الحمد لله، عايشها المملكه المغربيه في جميع حتى الانتخابات الحمد لله. اليوم تطورات بواحد الشكل اخر وايجابي، يعني وفيه تتبع، فيه تحسيس، في مثلا مبادرات من الاحزاب انهم تيرشحوا ناس اللي هما معقولين، فيه مثلا السلطات المحليه هي تقوم بالواجب ديالها، وواجب ديال التتبع. يعني في اي وثيقه احتاجيتيها ولا اي تلقى السلطات المحليه، مديريه الجهويه ديال الصناعه التقليديه هي تتساعد في اعطاء واحد الوثيقه باش من اجل انه انت راك كمزاول داخل هذاك المحل. يعني الحمد لله كاين واحد التكافؤ في العمل من جميع، لا على مستوى المرشح، لا على مستوى الناخب، ولا على مستوى السلطات المحليه واداره الامن الوطني حتى هي، باش تعرف انه قبل ما تنبداو في هذا الشيء تنجيبوا واحد الفيش ديال عدم السوابق. هذاك حتى هو ملي مشينا الحمد لله كان في واحد المساعده كبيره، يعني حتى خارج اوقات العمل تتمشي تاخذ. فين تتم عمليه التصويت؟ عمليه التصويت تتحددها الدوائر السلطات المحليه كما هي المعروفه في، يعني اما في مؤسسه تعليميه ولا هذا، وتكون دائره هنا ودائره هنا ومركزيه. مركزيه نعم. يعني على حساب الدوائر، على حساب الدوائر نعم اللي مرشحين فيها. فعلا. وحنا نستبقوا شويه الحدث الامام، دات الانتخابات المهنيه، نجح اللي نجح، سقط اللي سقط. غنشكروا مكسب تاع الغرفه المهنيه، غرفه الصناعه التقليديه، نموذج ديال كيفاش يتم التشكيل ديال المكتب ديال الصناعه التقليديه، ديال غرفه الصناعه التقليديه. طبعا ديما السلطات المحليه حاضره في هذا الباب، ان تتراسل المعنيين بالامر، الناس اللي نجحوا في الانتخابات تتعلمهم على انه راه غادي تكون انتخابات رئاسيه يوم كذا كذا، وهذا الشيء راه مفصل، راه كاين في الطابلو، يعني كاين بالتفصيل. يعني خرج وزاره الداخليه خرجت واحد الطابلو اللي فيه جميع المراحل ديال العمليه الانتخابيه من النقابات حتى البرلمان. نعم.
تفضل. إذن بالنسبة لهذه العملية هذه ديال كيفاش تتم عملية ديال التصويت على الرئيس، طبعا راه كل واحد تتكون تحالفات، تتكون تشكيلات، تتكون هذا، تتكون تراضي، تكون هذا، وفي نفس الوقت كما قلت لك السلطات هي اللي تتكون شادة بزمام الأمور، وهي اللي تتكون ساهرة على الإشراف ديال هذيك العملية ديال التصويت على الرئيس. العمراوي شكرا جزيلا على قبول الدعوة، متتبع قناة أنفاس بريس. تشكركم. تفضل. انا تنشكركم بزاف على هذا الهدف صراحه، بادره طيبه اننا نعطيو هذا الهدف، وتنتمنى انا بدوري انه من هذا المنبر انا تنطلب من الاخوان والاخوات الحرفيين والحرفيات على مستوى المملكه المغربيه والدوائر اللي تتعنيها انهم يشاركوا بكثافه في هذه الانتخابات ويمشيوا ويصوتوا نهار 6 في شهر 8 ان شاء الله من اجل انجاح هذه العمليه اللي هي في حقيقتها هي راه تتكون عندها واحد انطلاقه ان شاء الله ايجابيه، مع العلم ان حتى الوزاره المعنيه ان داخله في قوانين ديال 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 الصانع التقليدي جات الحمايه الاجتماعيه، هادشي كله ان شاء الله تنتمنوا انه يكون عمل تنموي، عمل اللي فيه الخير لنا والحرفيين والبلاد ديالنا وتحت الرعايه الساميه ديال صاحب الجلاله نصر الله. شكرا سي العمراوي، متتبعي قناه انفاس براس، نتمنى ان نكون حطنا واحد اولى ونسبيا بهذه الانتخابات الغرف المهنيه. الى اللقاء في فرصه قادمه ان شاء الله.